سحر حسين قررت بعام 2001 إنه تبتعد عن الفن والأعمال الدرامية والتركيز بشكل أكبر على أسرتها وأبنائها، حيث ابتعدت الفنانة الكبيرة لفترة طويلة رغم النجاحات اللي حققتها قبل فترة التوقف والمشاركة بعدد كبير من الأعمال مع كبار نجوم الخليج، لكن ما شاركت بأي أعمال لمدة وصلت ل 12 عام حتى عادت من جديد بعام 2013 من خلال مسلسل لن أطلب الطلاق واللي سجل عودتها للفن، كما أنه استطاعت خلال السنوات الأخيرة أنه تحقق العديد من النجاحات بأعمالها واللي كان بعضها مع شقيقتها الفنانة هدى حسين. سحر حسين عبرت عن عدم ندمها على هيدي الفترة اللي مرت من حياتها بعيداً عن الأعمال الفنية وتركيزها بشكل أكبر على أسرتها وأبنائها، مشيرة بلقاء لها إنه هي بتلاقي أسرتها امتداد لها. كندا علوش فضلت بالسنوات الماضية الابتعاد عن الوسط الفني بشكل متقطع من أجل إعطاء وقت أكبر لزوجها الفنان عمرو يوسف ولا أطفالهم، فالفنانة السورية ابتعدت ما يقارب العامين قبل ميلاد بنتها حياة لتعود بعد ذلك وتشارك بمجموعة من الأعمال السينمائية والدرامية الناجحة واللي كان من بينها مسلسل إلا أنا. كندا علوش كشفت كذلك عن خطوة جديدة رح تتخذها خلال الفترة القادمة وتحديداً بعيد ميلاد ابنها كريم، حيث أوضحت أنه هي رح تبتعد لفترة من أجل قضاء وقت أطول مع أفراد أسرتها وتعطي ابنها الرضيع اهتمام أكبر، وأنه اضطرت للاعتذار من أعمال كتيرة خلال الفترة الماضية. منى زكي أيضاً حرصت على الانقطاع لفترة من الأعمال الفنية من أجل أسرتها وتحديداً بعد ما رزقت بطفلة الثالث، حيث أعطت الفنانة المصرية كامل وقتها لإله وركزت بشكل أكبر أيضاً على أسرتها وزوجها الفنان أحمد حلمي، فابتعدت منى زكي ما يقارب لثلاث سنوات عن المشاركة بأي أعمال جديدة، لكن عادت بقوة من خلال مسلسل لعبة نيوتن واللي تصدرت بطولته وعرض برمضان 2021 وحقق نجاح كبير لتصبح منى زكي نجمة هيدا العام وأبرز نجماته. أيشواريا راي فضلت أيضاً الابتعاد عن الوسط الفني لفترة من أجل التفرغ لتربية بنتها أرادهايا باتشان من زوجها النجم الشهير أبيتشيك باتشان. أيشوارا من عام 2018 ما شاركت بأي أعمال فنية واكتفت بالظهور عبر السوشيال ميديا ونشر مجموعة من الصور العائلية بمختلف المناسبات واللي ظهرت ببعضها كذلك بنتها أرادهيا، وسجلت أيشوارا عودتها من جديد للسينما من خلال فيلم الأخير واللي عرض بشهر سبتمبر الماضي وحمل عنوان بونيين سيلفان بارت 1 وحقق نجاح كبير، ومن المنتظر أنه تشارك النجمة الهندية الشهيرة بأكثر من عمل جديد خلال الفترة القادمة. جنات قررت أيضاً الابتعاد عن الوسط الفني لفترة من أجل التفرغ لأسرتها، حيث أكدت الفنانة المغربية أنه الزواج وتكوين الأسرة من الأشياء يلي بتستحق أنه تبتعد بسببها عن الفن، مشيرة أنه مسؤولية الزواج وتربية الأبناء هي منا أمر سهل، لذلك جاءت فترة تفرغها لرعاية أسرتها، وعادت جنات بمجموعة من الأغاني الجديدة بعد فترة الانقطاع وشاركت بإحياء أكثر من حفل غنائي ناجح بعد عودتها. الفنانة جمانة مراد فضلت أيضاً الابتعاد عن الوسط الفني لفترة من أجل إعطاء كامل وقتها لأسرتها، فكان فيلم الحفلة عام 2013 من آخر الأعمال اللي قدمتها لتبتعد لما يقارب السبع سنوات بعد ما أنجبت ابنها الأكبر محمد من زوجها المحامي ربيع بسيسو، وسجلت جمانة مراد نجاح ملحوظ عند عودتها حيث شاركت بأكثر من عمل ناجح أبرز مسلسل خيانة عهد مع الفنانة يسرى ومسلسل زي القمر، كما أنه من المنتظر أنه تشارك بأكثر من عمل جديد بعام 2023.